وبعدين بقى في حكاية الشغل دي، قدمت في كذا شركة ومفيش حد عايز يقبلني، مبقتش عارف اعمل ايه. يا مسهل يا رب. ايه ده، بي ام؟ اول مرة زبون نضيف يجي الكافتيريا، يا رب اديني بقشيش. يعني خلاص هتتباعي؟ لا حول الله يا رب، يعني مفيش حل يا دكتور غير اني اسافر. لازم في اسرع وقت عشان المرض لو انتشر في جسمك اكتر من كده هتموت. حاضر يا دكتور. الو، ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ احجز لي طياره الاسبوع الجاي لامريكا. هعمل ايه طيب؟ هبيع العربيه والبيت. الحمد لله على كل حاجه. مالها يا صاحبي؟ ايه بس؟ مالهاش محفظه قدام الكافيتيريا هنا؟ لا والله. يا لهوي، سيبك يا جماعه، ما عندوش طياره محفظه هنا. يا لهوي، اما فلوس الجمعيه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي اديله اي حاجه، انتوا اللي زيكم مش حاسس بالفقرة اصلا. لا انا حاسس بيه، بس انا محتاج لكل جنيه معايا. انت محتاج؟ معاك بي ام وتقول محتاج؟ امال احنا نعمل ايه؟ العربية اللي قدامك دي هتتباع بكرة عشان رايح اعمل عملية في امريكا. يا ترى هقوم منها ولا لا؟ ولو قمت هرجع بصحتي ولا هفضل تعبان؟ في حاجات كتير اغلى من الفلوس، زي الصحة مثلا وراحة البال. انا بقالي 5 سنين تعبان. ربنا يعافيك ويشفيك ويكبر بخاطرك، وانت اللي قاعد هناك باين عليك فلاح ومبسوط وعندك اراضي. مين انا؟ ايوه انت. انا معاك اللي انا فلاح وحدايا بدل الفدان 5، بس مش مبسوط. عندك 5 فدادين ومش مبسوط ازاي؟ علشان انا عقيم ما بخلفش، بقالي 7 سنين متجوز، وكل يوم بدعي ربنا ياخد مني كل ما املك ويرزقني بولد، ومش عايز فلوس. قول الحمد لله انت في نعمة. الحمد لله. ما تقعدش تهد في المصايب وتنسى النعم، لان ربنا مديك نعم كتير بس انت مش واخد بالك. بص لنفسك هتلاقي نعم ربنا مغرقاك. تخيل كده، ربنا اخد منك نعمة البصر ليوم واحد، هتقدر تستحمل؟ فاحمد ربنا على وجود نعمة زي دي. تخيل انك بتصحى من النوم تدور هتفطر ايه وغيرك بيغسل كلى، ده مش يستاهل الحمد؟ لو قعدت تهد في نعم ربنا مش هتعصيها. فهل اللي اداك النعم دي كلها من غير سبب مش قادر يحقق لك حلمك؟ هل اللي خلق الجبال والبحار وكل العظمة دي مش قادر يطلعك من اللي انت فيه؟ والله نعم ربنا كتير، بس احنا اللي تعودنا عليها فنسينا النعمة. كل واحد مننا واخد حق 24 قيراط، فاحمد ربنا على كل نعمة انت فيها وقول الحمد لله.